حارس المنتخب المغربي ياسين بونو يحقق حلم طفل فلسطيني. لا الطفل عاصف كان حلمه انه يجري مكالمة مع لاعب كرة القدم والحارس ياسين بونو. اسمه عاصف أبو مهادي، طفل فلسطيني عمره 11 عاما يحب كرة القدم. كان يلعب حارس مرمى في أحد نوادي كرة القدم في غزة، وفجأة سقط صاروخ من السماء وسرق حلمه في أن يصبح حارس مرمى كما كان يحلم. في الحرب الجارية على غزة كان عاصف يلعب أمام منزله في أحد المخيمات رفقة أصدقائه، وفجأة سقط صاروخ على المكان الذي كان يداعب فيه عاصف كرة القدم، ما أدى إلى بتر قدمه وتدمير حلمه في أن يصبح حارس مرمى. عاصف كان يحلم بلقاء الحارس المغربي ياسين بونو، وقال إن قبلته سأركض من الفرح حتى وإن كان ذلك على قدم واحدة. ياسين بونو سمع عن رغبة الطفل الفلسطيني وحلمه في لقائه، فلبى نداء عاصف وتواصل مع الصحفي الفلسطيني هاني أبو رزق، وتحقق حلم عاصف برؤية قدوته كما وصفه. في مقابلة أجريت بينهما، وعد بونو الطفل عاصف بلقائه مستقبلا، وبعد نهاية المكالمة دخل الطفل عاصف في نوبة من البكاء من شدة تأثره. مصدوم؟ هذه المبادرة الإنسانية من الحارس المغربي ياسين بونو لقت إعجابا كبيرا، وكان بونو متواجدا رفقة المنتخب المغربي في دار السلام في تنزانيا عند إجراء المكالمة.